بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات رابعة متوسط، أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات وللفيزياء. أيضا ما زلنا معكم مع حل موضوع الفيزياء لمراجعة الفرض الثاني في جزئه الثاني. إذا بعدما حلينا في الجزء الأول الوضعية الأولى عرضتها عليكم من قبل، إذا هاي لك الوضعية. اليوم في هذا الفيديو راح نحاول أن نحل الوضعية الثانية. نبدأ على بركة الله، يلا مع بعض نقول بسم الله ونبدأ على بركة الله. إذا يقول وجدت نهال قطعة معدنية أثناء طريقها إلى المتوسطة، فأحضرتها معها في حصة العلوم الفيزيائية لتسأل الأستاذ عن طبيعة معدنها. فاغتنم الأستاذ ذلك ليراجع مع تلاميذه النوع واحد من التفاعلات في المحاليل الشاردية، وطلب منهم طرح تجربة تجيب على سؤال نهال. فاقترحت إيمان ما هو مبين في الوثيقة 2. إذا هاي لك الوثيقة 2. إذا يقول سؤال أول: اكتب الصيغة الشاردية لحمض كلور الماء. إذا نبدأ على بركة الله مع الحل. إذا نكتب الحل النموذجي للوضعية 2 هكذا. إذا نبدأ السؤال الأول، نكتب وش نكتب؟ كيف أجيب على هذا السؤال؟ نكتب الصيغة الشاردية لمحلول أو لحمض كلور الماء. يكون نلاحظ في الوثيقة، نلاحظ أنه معطى هنايا مكتوب HCl. إذا كيف راح نجبد الصيغة الشاردية؟ شوفوا معي، إحنا عندنا مكتوب في الوثيقة HCl. إذا الصيغة الشاردية دائما تكتب على التالي. إذا نكتب بين قوسين ونكتب بين الشاردة، نبدأ دائما بالشاردة الموجبة ثم الشاردة السالبة وبينهما زائد أو فاصلة. نبدأ بالشاردة الموجبة، الشاردة الموجبة هي شاردة الهيدروجين، ثم الشاردة السالبة شاردة الكلور، هكذا الشاردة السالبة. هذه هي الصيغة الشاردية لحمض كلور الماء. نجي للسؤال الثاني، مطلوب مني من السؤال الثاني يقول: ما هو الغاز المنطلق؟ طبعا هنا مكتوب فقاعات غازية محلول شاردي جديد. إذا هنا وضعنا القطعة المعدنية داخل محلول كلور الماء، وش مدنا بعد مدة زمنية؟ مدنا فقاعات غازية ومحلول جديد. إذا طبعا في هذه الحالة عدنا تفاعل محلول حمضي مع معدن، دائما تفاعل حمضي مع معدن وش يمدلي؟ إذا نكتب الغاز المنطلق هو غاز، كما نعرف هو غاز ثنائي الهيدروجين. يقول ثم بعد ذلك السؤال يقول صيغته الكيميائية، نكتب صيغته الكيميائية. إذا كلمات بسيطة، إجابة واضحة تمد لكم العلامة الكاملة. إذا صيغته الكيميائية كما نعلم غاز ثنائي الهيدروجين، نكتب H ماجيسكول هكذا ونزيد له 2 ونكتب غاز. هذه هي صيغته الكيميائية. كيف يتم الكشف عنه؟ إذا نكتب الكشف عنه أو طريقة الكشف عنه، من الأفضل نكتب طريقة الكشف عنه. إذن وش نكتب؟ دائما كما قريناها منذ السنوات السابقة في السنوات الثانية متوسط، نقول يتم الكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل، يكون مشتعل. إذا من الأنبوب، طبعا الأنبوب وين شفنا الفقاعات الغازية، الذي
ينطلق منه الفقاعات الغازية. غازية، فيحدث عندما نقرب هذا العود الثقاب المشتعل، فيحدث فرقعة خفيفة مما يدل على وجود هذا الغاز، مما يدل على وجود غاز ثنائي الهيدروجين. هذا هو طريقة الكشف عنه. ثالثا، سؤال الثالث يقول: حدد اسم الشاردة المراد الكشف عنها في الأنبوب 1 ثم 2 ثم الرمز. شوفوا معايا، إذا كن لاحظوا هنايا واش عندنا، نقرأ هذه التجربة. واش عندنا؟ عندنا الأنبوب 1 اللي هو هذا الأنبوب، واش فيه؟ إذا هنا خذينا كمية من هذا المحلول الجديد، هذا هو، أضفنا له قطرات من هيدروكسيد الصوديوم، تحصلنا على راسب أخضر فاتح. إذا هنا الراسب هو أخضر فاتح. ثم يقول: ما اسم الشاردة المراد الكشف عنها؟ هنا شفنا في الكواشف أن عندما نأخذ محلول شاردي نضيف قطرات من هيدروكسيد الصوديوم يكمد لراسب أخضر فاتح، مباشرة نقول أن اسم الشاردة المراد الكشف عنها في الأنبوب 1 هي شاردة الحديد الثنائي. إذا نكتب هنا، نكتب ثالثا، إذا نكتب، نعاود هنا، نكتب ثالثا، ثالثا اسم الشاردة المراد الكشف عنها أولا في، نبدأ بالأنبوب رقم 1، الأنبوب رقم 1 قلنا الشاردة هي شاردة الحديد الثنائي، شفناها في الدرس. رمزها هي اف ماجيسكيل او مينيسكيل، ثم منساش انها شاردة 2 زائد. الان نعود للانبوب رقم 2، اذا نكتب الانبوب رقم 2. نجي للتجربة ونشوف وش عندي في التجربة في الانبوب الثاني. وش عندي شوفوا معايا، عندنا المحلول دائما هنا، هذا هو المحلول الشاردي الجديد، أضفنا له قطرات من نترة الفضة، أصبح عندنا الناتج هو راسب أبيض يسود بوجود الضوء. هنا دائما كيخرج لكم نترة الفضة زائد محلول شاردي يخرج لكم راسب أبيض يسود، حذاري، ممكن يكون راسب أبيض يكون ألمنيوم، ولكن هنا راسب أبيض يسود بوجود الضوء. هنا في هذه الحالة هنا تحصل على شوارد الكلور، هنا Cl ناقص، وهنا تحصلنا على Fe 2 زائد شاردة الحديد ثنائي. إذا وش نكتب في الإجابة؟ إذا نقول أنبوب 2 هي شاردة الكلور، رمزها هي سي ماجيسكول المينيسكول ناقص. أتمنى فقط أن يكون لحد الآن واضح. نتابع السؤال الذي يليه، السؤال 4، إذا نكتب رابعا، وش مطلوب في السؤال الرابع؟ نقرأه مع بعض. يقول: أذكر اسم المحلول الشاردي الجديد مع تحديد لونه وكتابة صيغته الشاردية والإحصائية. إذا اسم المحلول، شوفوا معايا، احنا لقينا أن المحلول الشاردي يتكون من شوارد كلور سالبة وشوارد الحديد ثنائي الموجبة. إذا اسم المحلول راح نقول أنه محلول كلور الحديد الثنائي. إذا نكتب، مش نكتب، اسم المحلول الجديد، هنا نكتب الجديد،
هو محلول كلور الحديد، نزيد له الثنائي. إذن يقول ما لونه؟ نقول لونه أخضر. الآن يطلب مني صيغته الشاردية، الصيغة الشاردية للمحلول الجديد. الصيغة الشاردية لمحلول، ممكن نكتبه كلور الحديد الثنائي. هي إذا شوفوا معي كيف راح نكتبها. إذا الصيغة الشاردية لمحلول كلور الحديد الثنائي هي، شوفوا معايا، نكتب القوسين تاعي ونكتب أولا دائما الشاردة الموجبة Fe2 زائد، ثم نكتب زائد، ثم نكتب الشاردة السالبة تاعي Cl ناقص، ولكن بتطبيق مبدأ انحفاض الشحنات أضيف هنا 2. ثم بعد ذلك نكتب Aq هنا محلول. أما الصيغة الإحصائية شوفوا معايا، نحذف القوسين ونحذف هذا الزائد ونحذف الشحن، وش يبقى لي؟ يبقى لي F E C L، هذا العدد 2 نجيبه تحت C L هكذا، وممكن نكتب AQ بين قوسين. السؤال الخامس يقول ما هو معدن القطعة التي وجدتها نيهال؟ إذا هنا بما أن قلنا أن محلول تاعي هو كلور الحديد الثنائي، إذا طبيعة المعدن تاع القطعة التي وجدتها نيهال هي الحديد بكل بساطة. ثم بعد ذلك يقول اكتب معادلة التفاعل تاع القطعة المعدنية مع المحلول حمض كلور الماء. هنا معادلة التفاعل بشكل عام، احنا عندنا هنا معدن مع محلول كلور الماء بشكل دائما عام. إذا كيف راح نكتب المعادلة؟ نكتب أولا المعدن تاعي زائد محلول كلور الماء، وش يمدلي لنا النواتج؟ يمدلي المحلول الجديد اللي هو كلور المعدن، كلور دائما المعدن، ثم زائد غاز ثنائي الهيدروجين. هذه هي القاعدة العامة في تفاعل حمض كلور الماء مع معدن. يلا نطبق مع بعض. المعدن قلنا أنه الحديد، إذا راح نكتب Fe هكذا، ونكتب سوليد في حالته الصلبة، زائد احنا رانا الآن فقط باش ننبه أنني راح نكتب أولا صيغة شاردية، إذا نكتب ألف، نبدأ بالصيغة الشاردية. إذا نكتب المعدن، إذا المعدن يكون في حالته الصلبة نكتبه Fe صلب، زائد حمض كلور الماء قلنا صيغته الشاردية هي H زائد زائد Cl ناقص هكذا Aq محلول. وش يمدلي الناتج؟ يمدلي كلور المعدن يعني كلور الحديد ثنائي. إذا نكتب F اثنين زائد زائد قلنا 2 Cl ناقص Aq هكذا زائد غاز الهيدروجين. فقط نكتب غاز، ما ننساش الحالة الفيزيائية وما ننساش أنني أوازن هذه المعادلة. حذاري، كيف أوازنها؟ شوفوا معايا، هنا عندنا ذرة الحديد، هنا عندنا شاردة الحديد. نشوف هنا عندي ذرتين من الهيدروجين، ولكن هنا عندنا شاردة واحدة فقط، وهنا عندنا شاردتين من الكلور، هنا عندنا شاردة واحدة فقط. إذا ماذا أضيف؟ راح أضيف هنا العدد 2 باش كي شوفوا معايا كي ننشر يخرج لي شاردتين من الهيدروجين، كي تتحد تمد لي ذرتين من الهيدروجين، وعندنا شاردتين من الكلور. هم ليك في النواتج عندني شاردتين من الكلور، هذه هي الموازنة. الآن نجيب بالصيغة الإحصائية، نكتب الصيغة الإحصائية. سهل جدا، في الصيغة الإحصائية وش قلنا؟ دائما نحذف الأقواس. شوفوا معايا،
اولا نبدا بالحديد تاعي في حالته الصلبه نخليه كما هو، ثم هنا راح نتخلص من الاقواس، نتخلص من الزائد، نتخلص من الشحن. واش يبقى لي؟ يبقى لي 2 اش سي ال، 2 اش سي ال، ونكتب اك هكذا. ثم سهم نفس الشيء، هنا نتخلص من الاقواس، نتخلص من زائد هذا، ونتخلص من الشحن. طبعا يخرج لي اف او سي ال، هذا العدد 2 جيبوه تحت السي ال هكذا، ونكتب اك زائد غاز الهيدروجين، وما ننساش الحاله الفيزيائيه تاعو غاز. حذاري. اخر سؤال يقول استنتج، اذا استنتاج المعادله المختصره، او نسميها في بعض الاحيان المعادله المختصره او المختزله لهذا التفاعل. وش معناتها؟ شوفوا معايا نشرحها لكم قليلا. اذا نجيبها من التالي، شوفوا معايا راح نشوف نكتب بالصيغه الشريديه، نعاود نكتب المعادله تاعي بالصيغه الشريديه باش نشرح لكم اكثر. وش عندي؟ عندي اف او سوليد زائد 2 اش زائد زائد سي ال ناقص هكذا اك. الناتج وش خرج لي؟ خرج لي اف او 2 زائد زائد 2 سي ال ناقص اك، عفوا الحاله الفيزيائيه اك زائد غاز الهيدروجين غاز. اذا نجبدها من هذه المعادله، كيف ذلك؟ نحن نكتبها بطريقه اخرى. شوفوا معايا اف او سوليد، هنا واش راح ندير؟ ننشر واش عندي؟ 2 شاردتين من الهيدروجين زائد شاردتين من الكلور. نكتبها لكم بهذه الطريقه باش تفهموا اكثر واكثر، باش نستخرج ما هي الشارده او الفرد الكيميائي الذي لا يدخل في التفاعل. ثم بعد ذلك هنا نكتبها اف او 2 زائد اك زائد 2 سي ال اك زائد اش 2 غاز. لاحظوا معايا هذا الشيء، شوفوا معايا هنا في المتفاعلات واش عندي؟ عندي نلاحظ ان 2 سي ال، والفول في النواتج عندي 2 سي ال ناقص، يعني شاردتين من كلور، وهنا في المتفاعلات وتبقى نفسها في النواتج 2 شاردتين من الكلور. ماذا نستنتج؟ نستنتج ان هذه الشارده شارده كلور لا تدخل في التفاعل، وبالتالي نختزلها، يعني نحمل في المتفاعلات ونحمل في النواتج. واش تخرج لي؟ المعادله المختصره هي كالتالي. اذا المعادله المختصره او المختزله بدون شارده او شوارد شارده او شوارد بدون الفرد الغير متفاعل، بدون شوارد الكلور. اذا هي، شوفوا معي كيف راح نكتبها، نكتب اف او سوليد زائد 2 اش زائد الحاله الفيزيائيه تاعو اك، يخرج لي اف او شارده الحديد الثنائي اك زائد غاز الهيدروجين حالته الغازية. إذن هذه هي المعادلة المختزلة أو المعادلة المختصرة بدون شوارد النحاس التي لم تشارك في التفاعل. بهذا أكون عند نهاية هذه الوضعية، أتمنى فقط أنكم استفدتوا، إن كان ذلك فتعليق بسيط منكم يسعدني ويشجعني على المواصلة. بالتوفيق للجميع، سلام الله عليكم، إلى الملتقى إن شاء الله.